اكل وحطته على السفره تك 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 راح سناب لهالعالم المساكين اللي حتى يمكن مو الشيء على النيه، يمكنها تبغى تجذب اخت لها مبطيه من عارف يقتل لها مبطيه تجي عليها بكره. لا ما اظن تجتهد ذلك اللي عندها ما اظن مهما يكن ما ندخل في النوايا مهما يكن المفروض الواحد حسب وجهه نظري ولو بحثت لقيت ما يجب عليك هو. انا والله كان ضد ذا الشيء لكن تالي عقب ما جاني واحد وقال لي نفس كلامك انا كان نفس كلامك قال لي جابر ترى اشياء يعني انت تدخل نيه الواحد اول شيء كثير اللي يصورون مثل ما قلت اللي يجذب واللي يتفاخر بعيشته اللي عنده يعني شيء متوقع الحمد ربه الواحد الحمد لله على كل حال بس الحمد لله نعم اذا ما قصده اني اروي المساكين ولا اكل ولا اني بقهرهم لا لازم يرونهم المساكين لازم يرون انا ما نيتي لازم, ما لازم يرون هم لازم يرون انت عندك سناب اصلا النيه هو عبر بحر نعم شوف يا أخي الفاضل نيتك غير والواقع غير أنت تنوي شيء ولكن أحيانا يضرك فبوجه عام ما يجب علينا نحن نسوي هذه لأنه فيه ناس سواء في عندنا قريبين منا يرون هذه الأشياء ما يملكونها ما يملك هذا الشيء الآن مثل كل واحد له بيت جديد وفأثثة وفخ ضخم يصور في ناس ساكنين يا أخي بعشة لا تقهرهم بما معناه يعني أو بالأحرى لا تجلب عليك أشياء ثانية فالأشياء التي منحك الله سبحانه وتعالى إياها لا يعني هذا وجهة نظر وكل اللي وجهة نظر الله يبيه وجهك الله يرضى عليكم ترى لا جل فطور مع أني مقدم